السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف يتم التحدث عن الكونسترين. الكونسترين ما هو إلا ريليشن بين تو أوبجكت. يجب أن يكون هناك تو أوبجكت في السين حتى يتم إضافة الكونسترين. إذن قائمة الكونسترين موجودة في هذا الجزئية. بيتم إضافة الكونسترين لأي أوبجكت عن طريق إضافة أوبجكت كونسترين. أول كونسترين يتم التعرف عليه هو الشيلد أوف. الشيلد أوف شبيه بالبيرنت لكن بيبقى ممكن اضافته او ممكن دي اكتيفيت لي او ممكن في بعض الخصائص اللي مختلف عن البيرنت. مبدئيا ممكن نعمل بيرنت لاي اوبجكت كنترول بي سيت بيرنت اوبجكت كيوبس ترانسفورم فيرتكس هكذا. لكن الكونسترين شبيه بالمودفاير فيتم اضافه لي الكيوب كونسترين من هذا الجزء وليكن اضافه هذا الجزء وسيت انفيرس. إذن لو حركنا هذا السوزان منقي فإذن هيتم التحرك للكيوب. ممكن تغيير الانفلونس بهذا الشكل. فممكن فلو بدأنا عند الفريم الأول اخترنا الكيوب أصبح عندنا وليكن الاند فريم 50. ثم ذكرنا أن في أول في الفريم الأول الانفلونس بوينت 2 عند الفريم وليكن 35 الانفلونس 1 عند الفريم 50 الانفلونس هيكون وليكن 0.5 او 0.6 اضافة كي فريم. الانفلونس 0.5 اضافة كي فريم. اذا لو يتم ايضا تحريك هذا الجزء في الفريم 50 جي في الواي الفريم الأول جي في الواي ويتم عمل بلاي لي هذه الأنيميشن. فزي ما احنا شايفين ده فائدة من إحدى فوائد الكونسترين. الفائدة الثانية أو الكونسترين الثاني اللي يتم الحديث عنه وهو التراك. فإذا نتخيل أن هذه هي الكاميرا نبدأ بإضافة الكونسترين من هذه القائمة تراك 2. يتم إضافة الكيوب أو سيلكت الكيوب أن كان في الأب هيكون لكن واي التو هيكون ماينس زي. التو ديت بتبقى تتحدث عن اللوكال اكسس وليس الجلوبال اكسس. هنحرك الكاميرا في احدى هذه الاتجاهات فنجب ان هي في تراكنج للكيوب. نتاكد ان الكونسترين شغال كما بالطريقه الصحيحه بان يكون الدايركشن للكاميرا لاعلى بهذا الشكل. لو هذا المثلث الاصفر يكون لاعلى. لو اخترنا اي اكسس اخر فيكون الدايركشن مش بنفس الطريقة. دي في جهة أخرى طبعا الزي في جهة أخرى الواي يكون لأسفل. فإذا الأكسس أو الأكسس الصحيحة وهي الواي والماينس زي على حسب اللوكال أكسس. ممكن نذهب إلى الترانسفورم او الاوبجكت داتا في الفيو بورت والاكسس كده الواي الاعلى لاننا بنتحدث عن الواي اكسس او اللوكال اكسس ثم اللوكال والجلوبال. فاذا الكاميرا الواي والجلوبال والاكسس كلها بتكون لاعلى او الماينس زي لاتجاه الاوبجكت مره اخرى. يبقى اذا لو اخترنا الكاميرا وذهبنا للكونسترين ال 2 - z في هذا الاتجاه باتجاه الكيوب الاتجاه الاعلى هو الواي. كلام سليم جدا. ده كده كان عباره عن اللوكال اكسس او الكونسترين اللي هو تراك 2. ممكن قبل البدء اساسا في الكونسترين ممكن نتاكد شو من اوبجكت داتا شو اكسس ثم على اساس الاكسس
يتم إضافة الكوليسترين. الكوليسترين الثالث هو عبارة عن إحدى الكوليسترين مهمة جدا، وهو خلينا أول نختار هذا الكيوب أو السلندر الأسطوانة ونبدأ في إضافة فيرتكس جروب الصين، ثم نختار هذا الأوبجكت وهو السلندر أوبجكت كونسترين كوبي ترانسفورم، هنختار التارجت كوبي ترانسفورم، هنختار التارجت وهو السلندر الفيرتكس جروب جروب بهذا الشكل، لو في أي مكان اتحرك فإذا هيتحرك معنا هذا البطن، سواء اخترنا هذا الفيس ويتحرك فيتحرك معنا هذا الفيس أو روتيت، فإذا البطن بيتحرك مع السلندر في جميع الاتجاهات، لكن لا يعمل في السكيل، بيعمل في الموفمنت وروتيشن فقط لا غير. وبكده تكون انهينا الحديث عن الكونسترين في بلندر 2.8. في الدرس القادم بإذن الله سوف نتحدث عن الأوبجكت داتا.